تجاوز تاكل الهجوني. وطي صوتك يا خالي، كده التماسيح هتسمعنا. ما هي كده كده هتجيلنا. أنا جاتلي فكرة. فكرة إيه يا بكار؟ تحب نروح إحنا للتماسيح بدل ما التماسيح تجيلنا؟ جرب كده راس التمساح دي. صح صح يا بكار، أنت تعمل نفسك بتتاكل فهم ما يجوش يأكلونا. يا خالي أنا بحاول أقطع الحبل بس نانا التمساح. أفارم عليك يا بكار، بس بسرعة بسرعة يا بكار، أنا شايفهم بيقربوا قوي. ها يا عم أوندي، وصلنا المخزن. أنا قلت نشرب مية من البير وبعدين نكمل الطريق. بير إيه اللي هنشرب منه؟ ده مقفول من زمان وما فيهوش نقطة مية. خسارة. طب انتوا هتعرفوا تكملوا الطريق وانتوا عطشانين كده؟ لسه قدامنا كتير على ما نوصل للحجاز. حجاز؟ حجازي؟ مش انتوا عايزين تروحوا الحجاز؟ يا عم أندي ارحمنا، أبوس إيدك. أنا خلاص ما عاوزش حاجة، أنا هبطل ستة مسيح وهبيع دورة مشوي. الدورة بتكسب برضو، بس مفيش زي بيع جلد التماسيح. ده أنا عندي مخزن فيه 1000 جلدة وجلدة. أيوة، هو فين بقى المخزن ده؟ في حتة ولا الجن الأزرق يعرف يوصل لها أبدا. فين يعني؟ في البير القديم. البير القديم اللي هو ده؟ افتحوا بسرعة يا عدوي، افتحوا. فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم أندي. بسرعة يا بكار، التماسيح بتقرب. الحبل اتقطع. فكني فكني بسرعة يا بكار. ما تقلقش يا خالي، التمساح هياكلني يا بكار. بسرعة بسرعة يا خالي، الحبل اتفك. وهنا يا فكيك.